جاء مدين قال عسي ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خنبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقي لهما ثم تولي إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إهديهما تمشي على استهياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إهديهما يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي.